السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. عاوتاني نقول لكم عواشر مبروكه بالصحه والسلامه، وباش ما كنتمناو كان غيب عليكم، ولكن هادشي اللي طلع بعدا كنت باحه مشى لي الصوت كان مشى لي الصوت، يعني ما كنتش نقدر نعمل الفيديوهات نهائيا، لاني كنت الناس اللي هضروا معايا في الواتساب راه سمعوا صوتي كيفاش كان، الا سمعوه بعدا اغلبيه كنت غير كنكتب كنقدرش نهضر. دابا عاد ولا الحمد لله شويه دخل الجديد ديال البيجاما. دابا دخلت البيجاما ديال القطن، شي حاجه زوينه ديال اسبانيا تريس، راها معروفه. غادي نبين لكم الجديد اللي كاين جديد، يعني البيجامات اللي دخلوا جدادين، وفي نفس الوقت غادي ندير لكم دوره بالنسبه للاخوات اللي مازال باغين المبرة، لان دابا تبارك الله اصلا النبي طاح الشتا وكاين البرد، حنا عاد عندنا واحد الزفزافي، عندنا البرد، يعني اللي مازال محتاج بيجامه المبرة غادي ندير لكم دوره، لاني خصني نحيد دابا نحيد غادي نعمل لكم هكا فيديو دوره في المحل، تشوفوا البيجامات اللي باقين وراه ما كاينش فيهم اللي طاي، يعني المهم ديك الساعه اللي عجبتها شي حاجه غتسكرينيها وتصيفط ليا تقول لي الطاي ديالها ونشوف ليها واش مازال. غادي هادشي غندير لكم من الاخر ديال الفيديو، اما دابا غادي نبين لكم البيجامات جداد ديال القطن. القطن نبداو مع اول موديل البنات، كاين هذا هكا فيه النقيطات ليديدات مقبوطين ثوب، يعني ما تذكروش البنات على الثوب قطن، شي حاجه اللي مزيونه بعيدا عن الحساسيه، يعني الناس اللي كيخافوا من الحساسيه وكيخافوا من الكوليستير هذه البيجامه هي اللي تصلح ليكم. قطن سريويل هكا، شي حاجه اللي كاليتي زوينه بزاف. راه كانوا عندي داك العام القطن وخداوه البنات، الله يعمرها دار زعما. الصراحه هاد البيجامات كيكونوا مزيونين وغيكون فيهم الثمن جد جد مناسب، 150 درهم القطن تريس، ب 150 درهم 150 درهم، وفيها هاد اللون هذا سومارينو بالكري، نفس الموديل؟ لا هذا موديل اخر، غادي نفتحو لكم هذا كي هكا فيه الكليبات. هادو كيصلاحو حتى يعني الانسان اللي كيبغي يوصل ليه وما كيبغيوش يكون هنا شي حاجه د المونيكو، يعني شي حاجه هكا د المونيكو، فهادو كيصلاحو مزيان. لا مارك تريس دائما في هكا هاد القليبات، لي طاي من الام حتى للدوبل اكس ال، وراهم كيجيو كاشفيس شفتوهم، يعني كيجيو مستورين ومزيونين كيشربوا العرق توب. يا سلام هذا هنايا، هذا كيجي في الرجيله بحال هكايا، لا غير فوق قطن البنات، شي حاجه بالقطن. كنهضروا دابا على القطن، هادو ماشي مبرة ماشي بوليستير، هادو قطن. كاين حتى الرجال البنات موديل جديد ديال الرجال قطن، حتى هو غادي نوريه لكم، فيها هاد اللون هذا، شفتوا هاد اللون، هاد لا مارك راها معروف، وفيها هاد اللون هذا، لي طاي من الام حتى للدوبل اكس ال. جميع الموديلات اللي غنوري لكم البنات لي طاي من الام حتى للدوبل اكس ال، هاكي هادو اغلبيتهم كيجيو بحال هكا. ها كيفاش كيجيو البنات، يعني باش تشوفوا الامبالاج ديالهم، هذا هو الامبالاج ديال هاد لي بيجاما، هادو ديال لا مارك تريس، هذا هو الامبالاج ديالو، اغلبيتهم فيهم هاد الامبالاج، كاينه وحده بواحد الامبالاج اخر هي اللي غتوري دابا. المهم هادو اللي وريتكم كاملين هما في هاد الامبالاج، كريتينا كيجي داكشي تيول تيول، حتى هادي حتى هي كتجي بحال هذاك الامبالاج. هاد لي دو موديل اللي وريتكم وهاد الموديل هذا، شفتوا هذا موديل، دابا هذا هو ثالث موديل البنات، كامل نفس لا مارك، هذا كيجي اوني في هاد جوج القطيطات ليديدا هكا مقبوطه،
لي طاي من الام حتى الدوبل اكس ال. هكا كيجي السريويل ديالهم في هاد القليبات صغيورين، كيجي هكا ماشي مقبوط بزاف وماشي مفتوح. المهم هو انهم قطن 100% قطن، شي حاجه اللي حسب قطيطات شي حاجه تصوب لي غارونتي، شي حاجه اللي مزيونه صبن ورد. ها لي كولور ديالهم، كاين هذا اللون هذا. دائما نفس الثمن 150 درهم، ثمن جد مناسب بالنسبه لكاليتي ديالو. دائما نفس لا مارك تريس. كاين هذا الموديل هذا، غادي يجي بحال هذا لومبالاج. هو هذا نفس لا مارك، دائما لا ماتيير قطن. كلهم البنات هادو كاش فيس. نمشي ندير لكم هذا، ندير هكا باش يبان لكم. اذا قدو قد هاد اللي لابسه انا، شوف كيجي كاش فيس البنات، يعني كيجي مستوري. موديلات غزالين بصديفات هنايا. وهذا هو السريويل ديالو، كيجي فيه هاد القليبات هكا، شي حاجه اللي روعه. هادو ديال هاد لا سيزون اللي داخله ان شاء الله الربيع، يصلحوا للخريف. واللي مازال باغي اللي مازال باغي هذه المبرة، انا غادي ندير لكم واحد الدوره في المحل. اللي بغات شي حاجه تسكريني، وحتى هادو اللي بغات شي حاجه البنات تسكريني. هادي هكا هاد اللون، وهنا الرمادي. تسكريني وتصيفط ليا في الواتساب لا طاي والاسم والعنوان، يعني جميع المعلومات. فين هذا؟ هكا الرمادي من الفوق والاحمر من التحت. لي طاي دائما من الام للدوبل اكس ال. هادو موديل اخر غنبداو فيه البنات. هذا غادي يبقى 120 درهم، هادو 120 درهم. شفتو 120 درهم، موديل غزال 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 غزال. شحال؟ 120. نعم يا اختي نعم، رمضان على الابواب. من تحت مطلق، من المونش حتى هويا مطلق. روعه هاد البيجامه هادي، فيها الموديل مزيون وهالسريوي ديالها. هذا هو السرواج ديالها مطلق من التحت، فيها الالوان، فيها هذا اللون هذا بلو مارين، وفيها الغوز. هذه مارك اخرى البنات، هذه اون مارك اخرى. اذا فيها هاد ثلاثه الالوان، الرمادي وهاد الغوز والبلو ميري. موديل اخر حتى هو غادي يبقى البنات ب 120 درهم. ديالو زوين بزاف هاد الموديل حتى هو. خلاص زوين بزاف. ها
هذا البنات انا دخلته مصولدي داكشي علاش عملت ليه هاد الثاني، اما هو والله الا خصو يصعب ما كثر، ولكن انا شريته مصولدي اذا فانا عملت الثمن ديال الصول. شوفوا السروال كيفاش عامل، سريوين مطلوق من تحت، فيها هاد اللون هذا وفيها لون اخر، فيها جوج الالوان كتجي غزاله هاد البيجامه هادي، والثمن ديالها جد مناسب. شوف الالوان في السريوين كيفاش عامله، يا سلام كتجي انيقه هاد هاد البيجامه، والثمن ديالها والله الا همزه. شوفوا السريويل والتوابات الثوب زوين. كاين هذا الموديل هذا هذا الموديل هذا حتى هو مزيون، هذا رائع، حتى هو كاش فيس، راه كاملين البنات كيجيو في هذا الطول هذا، يعني كيجيو مستوري. في هنايا هاد جوج قليبات الثوب شويه بحال شتو بحال مخطط، والسروال ديالو كيجي في هذا الديزاين ديال هاد القليب الاخر، نفس الثمن البنات. شوفوا السريويل كيفاش كيجي مقبوط شويه من التحت، ماشي مقبوط هادي راه لاطاي امن اللي كنوريكم. الحمد لله كيجي مزيون، شوف السريويل كيفاش عامل ها الالوان ديالها، فيها هاد لو روج هذا لو روج كيبوش، وفيها البلو مير. ايوا البنات كاين شي سلو كاين شي شباكيه، لا ويا تجي تفطر معاكم، كاين شي سلو كاين شي شباكيه. انا الصراحه الشباكيه غير كوموندينها سلو ما حدقاش ما حدقاش سلو عملناه، اما الشباكيه غير كوموندينها ما نكذبوا على الله. هاد الايام اللي كنت غابره كنا كنديروا في سلو، اغتنمت الفرصة جالسة جالسة وباحة باحة والله ما نعملو سلو. هذا موديل حتى هو مزيون، شوفوا هذا طويل شوية، الأخوات اللي كيبغيو بيجامة شوية طويلة شتو هذا جابادور طويل شوية وموديل أنيق. زويويقة اللي فيه مزيون، 120 درهم. ها السريويل ديالو، السريويل ديالو كيجي سامبل باش كتبان، باش كيبان الموديل ديال البيجامه، يعني كتبان لي طاي اللي فيها لي طاي من اكس ال حتى 4 اكس ال، من اكس ال حتى 4 اكس ال. هذا اكس ال، ها انتم اكس ال وكيتيره السروال، كيجي دغوا من التحت ولكن رائع في اللبسه، خصكم تشوفوا المقوسه مزيونه بزاف وكتبان، فهمتي؟ دائما البنات ملي كيكون لو او ديفيرون على السروال كتبان البيجامه، شتي هو السريويل سامبل و والفوق مزوق. فيها هاد الالوان، فيها الرمادي دائما لو او مزوق، والسروال سامبل وفيها البلو مالي، لو او مزيوق و السروال سامبل. غنجيو للتروا بياس، هذا البنات التروا بياس كتجي بصديفات وفيها هاد الديباردور هذا، شوفوا لو او ديالها كيفاش عامل بهاد الجويب هذا، شتو الجويب
لي موش سامبل من القدام، فيها هذا اللون هذا. السروال كتجي كيجي من التحت، نوريكم كيفاش كيجي من التحت. السروال كتجي حتى هي انيقه في اللبسه، ممكن انكم تلبسوها مسدوده وممكن انكم تلبسوها مفتوحه مع دي باردور ديالها. شفتوا السروال كيفاش كيجي؟ السروال كيفاش كيجي؟ كتجي انيقه في اللبسه ديالها. تروا بياس البيت ديباردور، ها هو الديباردور ديالها، كتجي رائعة. ممكن انكم تخليو يعني مفتوحه ديباردور، كيجي في الابيض، وهنايا هاد الباندا هادي كتجي باللون ديال البيجام. الالوان ديالها فيها الغوز، شو الغوز ديالها واعر البنات، نحط هادي من ايدي. الغوز ديالها شوف جويب دي باردور، شتو كيفاش كتجي؟ كتجي مزيونه. جبد لك البيجامه داكشي، كيفاش كتجي؟ هي بالصيفات والجويب والسريويل، فيه هاد الباندا هادي، كتجي مزيونه بزاف اللبسه ديالها. وعاد دي باردور، شو دي باردور، تروا بياس البنات هاد، وفيها حتى هاد الزريرق، هذا فيها هاد الزريرق من بعد باش يبان اللون، فيها هاد الزريرق. سريويل و دي باردور، هاد لي ديتاي هكا هما اللي كيزينوا البيجامه. شفتوا هاد الباندا هنا، الباندا في السروال، دي باردور بنفس الثوب ديال البيجامه. هاك اختي دابا بيجامه ديال الرجال، نديها لكم في لومبالاج باش تشوفوا كيفاش كتجي. كتجي روعه روعه روعه. هادي ديال القطن البنات، شفتوها بيجاما الرجال رائعه. من الام حتى الدوبل ديال البولو، معروفه هاد لا مارك. بعد باش يبان لا كولور، هذا ازرق. ها لي مونش كيفاش عاملين، هادي 160 درهم البنات، 160 درهم، فيها ثمن جد مناسب. و السروال سامبل، السروال كيجي سامبل، السروال لون واحد و الجويبات هنايا. دائما كنهضر لكم هادو عين قطن، هادي حتى هي قطن مقبوطه من التحت شويه. الالوان ديالها اذا كاين هاد الزريرق هذا، فيها الكرونه، فيها الكرونه لي طاي من الام حتى الدوبل اكس ال، وفيها هاد الرماد لي طاي من الدوبل، من الام حتى الدوبل اكس ال، من الام حتى الدوبل اكس ال. صافي هادشي ديالي. انا نوريهم الفوطات الالوان دي كاينه. هذه البنات الحق فيها جوج بياسات، وحده الام وحده الال، نفس لامارك. اي ضرب راسي نفس لامارك. السريوي ديالها منقط، كاينه لاطاي ام ولاطاي ال.
حتى هي 150 درهم هذيك اللي دوزت ليك. كاين هادي باقي فيها جوج بياسات، جوج هم الال، ولكن الال ديالهم كتلبس اكس ال وافيه. هادي فولتا مزاونة، هادي حتى هي القطن حق فيها جوج بياسات. هذا السروال ديالها ثوب البنات، هذا الثوب شي حاجه اللي فايته الرائعه، القطن شي حاجه اللي مزيونه بزاف. غادي نوريكم، شنو نوريكم دابا، عندي لكم دوره على اللي بغى اللي مازال فيه البرد، اللي مازال فيه البرد وبغى شي حاجه ديال المبرا. يلا غادي نوريكم دابا شنو كاين. هادو البنات البيجامات ديال المبرا. المهم هنا كاين شي موديلات اللي فايت مدوزاهم لكم، وشي موديلات اللي ما عمرني دوزتهم بحال هذه. كنظن هذه كنظن عمرنا ما دوزناها، هذه اللي حداها حتى هي عمرنا ما دوزناها. الا عجبتكم شي بيجامه من هادو سكرينيو، وطبعا الواتساب، وقولوا لي الطاي وانا نقول لكم الطاي ديالكم واش كاينه. هادي راه فيها الالوان، فيها هاد اللون، فيها هاد اللون، هذا كتجي سخيخنه مبرا مزيونه. كاين هاد الموف، هذا اذا هادو كاملين المبرا البنات. اللي بغات شي حاجه سكريني وتصيفط ليا. هادي حتى هي عمرني ما دوزتها، هادي كتجي كلاس، كتجي مزيونه بالنسبه للاخوات مثلا هكا في رمضان جاي عندك شي حد، كتجي زوينه. شوف هذا الجويب ديالها حتى هو كيفاش كيجي، حق ما بقاوش فيها لي طاي، يعني مثلا هادي فيها لا طاي ام، الكري حتى هي الكري كنظن باقي فيها شي جوج بياسات، الكرونه فيها هذاك الكرونه حتى هي باقا فيها غير لا طاي ام. كاين هادي كل حاجه شني باقي فيها. كاين هادي حتى هي مزيونه، فيها هاد الغوز هذا، وفيها البلو مارين. كاينه هادي بقات فيها غير وحده، هاد الزيتي هذا هو اللي بقى بصديفات. شتوها كيفاش كتجي بصديفات، في هذاك الدونتيل في الجيب، وفيها الدونتيل في الرجيلات. شتو هذا راه الدونتيل، هذيك بقات فيها غير وحده. الا عجبتكم شي حاجه البنات سكرينيو. كاينه هادي، هادو كاملين مبرا ديال دو مي سيزون، هادو راه ديال هاد الوقيته البنات دو مي سيزون. كاينه هادي حتى هي مزيونه. هنا الأثمنة البنات ما بين 140 160، أغلبيتهم ب 140. كاينة هادي مبطنة، هادي شتو هادي، هادي راها مبطنة فيها لي كولوغ، كتجي مقبوطة من تحت، مبرة ديالها زوينة. هادي هادي البنات بقات فيها غير بياسة وحدة اكس ال، بقات فيها بياسه وحده وكتجي زوينه. كاينه هادي حتى هي بقات فيها بياسه وحده، هادي الام، وهاد اللون هذا حتى هو بياسه وحده، ولا مع جوج بياسات. المهم انا ما عقلتش بالضبط، المهم اغلبيه هاد الشيء راه ما بقاوش فيه. هادي حتى هي ما يمكن عمرني ما بينتها، فيها هاد اللون وفيها هاد اللون هذا، 140 درهم. هادي
80 درهم مصول ديال 180 درهم لان هي سخونه هذه مبطنه. هنا هذه فيها الالوان، فيها هذه مبرد ديالها هي فنه دو مي سيزون هكا محفره، فيها هاد لا كولور هذا غرونا، فيها هاد الغوز، فيها البلو مارين. لي طاي مهرسين البنات. كاينه هذه، هذه كنظن باقا فيها وحده دوبل اكس ال، هذه اللي موراها حتى هي باقا فيها وحده، وهذيك الكري ما عقلتش شني باقي فيها. مهم ها هما الموديلات، ديك الساعه اللي بغات شي حاجه غتسكريني وانا نجاوبكم على لي طاي. كاين هذا الموديل، هذا طبعا مبطن كيجي رائع. هذا الموديل باقيين فيه جوج بياسات، هذه حتى هي 200 درهم، يعني اللي غاليين انا كنقول لكم الثمن ديالهم، هادو 200 درهم. اغلبيه البيجامات 140 درهم. هذه دوبل اكس ال كنظن هي اللي بقات في هذا اللون، كاينه في هذا اللون هذا ما عرفتش اش من طاي. باقين فيها جوج بياسات، هذا اللون الاخر باقين فيه جوج بياسات ما عرفتش اش من طاي، ديك الساعه نقول لكم. كاينه هذه حتى هي عمرني ما بينتها، كنظن ما بقاتش. هذه كتجي طويله شويه مستوره، شتو راه طويله. نوريها لكم ديك الساعه على المانكان في لون اخر. كتجي مزيونه هذه، طويله بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو بيجامه طويله، طويله بالسروال يعني كتجي فوق الركبه كنظن واحد شويه. غنوريها لكم في المانكان. مبرة مبرة دو مي سيزون. كاينه هذه كتجي بجويبات هكا، هذه دايره 100 درهم البنات. هذه هذا الموديل هذا فيه ثلاثه الالوان، عامل 100 درهم. وكاينه هذه شي اربع مرات انا كنجيب منها حيت فريمون زوينه، لوي فيتون. وكاينه د ديور، هذه د ديور فيها هاد الكرونه حتى هي ما بقاتش، ما غنعاودش ندخلها. فيها هاد لو جون هذا، فيها هاد لو فيغ، فيها هاد لو فيغ هذا، وفيها الرمادي مغلوق كري مغلوق. في البنات كاينه هادي حتى هي مبرة، حق هادي مبرة دو مي سيزون، مبرة مرايا وهكا محفرة فيها الالوان. هادي 160 درهم، 160 درهم. هادي كتجي مزيونة في اللبسة البنات هكا العيد رمضان، كتجي مزيونة فهاد اللون هذا، وفيها هاد الغوز هذا. شوف كيفاش كتجي، حتى هي لي طاي على حسب. كاينه هادي بالسنسله كتجي قصيره، هادي البنات كتجي قصيره حتى هي كنظن عمرني ما بينتها لكم. فيها هاد اللون وكان فيها واحد لون اخر سالة، وفيها هاد البيج. كاينه هادي كتجي بلي زستراس، كتجي مزيونه وبهاد البايت هكا، هادي كنظن عمرني ما بينتها. هادي 180 درهم، هادي هادي 180 درهم، فيها حتى البلو مارين، فيها البلو مارين ورمادي. هادي حتى هي هادي كتجي مبطنه. هادو الصراحه اللي مبطنين يعني باش نكون معكم صريحه، لا سيزون ديالهم صافي غتكون سالات، الا اللي باقي عندهم البرد يعني ما غتلبسوهاش بزاف، غتلبسوها شويه وصافي وغتمشي. هادو اللي مبطنين باقي فيها شي جوج بياسات، وباقا هذيك بالسنسله حتى هي مبطنه، شفتوها في الرمادي باقا وحده هذيك. هادو باقيين جوج. كاين هذا الموديل هذا ما مبطنش، اللي مبطنين هما اللي لا سيزون ديالهم قريبه تسالي، اما اخرين يعني راه مبره بحال هادو كاملين اللي وريتكم مبره ديالهم. هذه لا، هذه حتى هي مبطنه مبره، هادوك اخرين كاملين المبره ديالهم يعني ديال هاد لا سيزون.
هذيك الرماديه هي هذه كتكون كتجي شويه طويله هي هذه. كاينه هاد البيجامه هادي باقا وحده دوبل اكس ال كنظن دوبل اكس ال هادي 150 درهم كتجي روعه هادي هادي حتى هي ما ماني بينتها لكم كنظن مبره ديالها فنه 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 رائعه هادي موديل ديالها مزيون فيها هكا هاد ديزاين هنا بالكتبه شفتوا الديزاين ديالها كتجي مزيونه بزاف هادي راها كنا كنبيعوها ب 200 درهم هادي دابا بقات غير وحده 150 درهم قل من راس المال البنات هنا نقول لكم بسلام عليكم ان شاء الله شي نهار ندير لكم سولد سولد في البيجامات الطوال جاي رمضان الناس غيحتاجوا البيجامات الطوال واخا ما بقاش فيهم بزاف مهم قريبا ان شاء الله وقريبا الجديد عاوتاني في فيديو اخر الله يرزقني ويرزقكم من حيث لا نحتسب مع السلامه